مدح الرسول عبادة وتقرب لله، فاسعوا للمدائح واطربوا، فبمدحه البركات تنزل جمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجم توتا جالتم توتا هردف توتا السنة تي بيدا بغربين قيا كبجما قيا جالتما قيا إرجما ربي عليه الصلاة والسلام اتين دلتا قيا مولدا خنان اتين اسنجيه جتا مولدني برناكن كان لكوفس هجرا داكم تكافي دبافوري في عفتم سادي خنا بفا بريدا تي في بفا هو آتين كبجو داف نتي كنو سغنتا كينيا كوب افني اسيتي ارغمناتي جلق ابرت جيتشودا سغنتا لين خينيا غرغرا اسان خي ساتوكو ماري واي ايانا جول قبتي قسمت لي واي بدارتي خنا سوف نتها دوران درسي سغنتا خينيا ستا كجني كنجل قمنو ماري واي بدارتي تها اسيتي غا قيسموتا افيرتين ارغما قيسموني كياس ام لقمان أم سمية، أم محمد، أنيس أم عيسى نانجان، أم عبد الله في، أم أيمن، أستي أرجمنا، تولجا دعوتو تكين يا سنة تي فيدا، هنگا دوماتي أبسان وجن ترى إسنين جا، جلك أبرتي نمدين قافي ده سوفيس، أم محمد في تها، مي أم محمد بدعة جون مالكة أصو دعوتو تكين يا فبلينا إبسيتاني. بسم الله الصلاة والسلام. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد آيقا جراخنا هناخاني تنيف قلتو ما جتشا بدعا جتشون أكسير لقافان عرباتي فكي إسا درا وانتهين أرقامين وان يوخانو وان هاري أجدرا فكي إسا درتي هن أرقامينين بدعا جنان أكسير لقافان عرباتي أكشريعاتو ما جتشو لا بدعا جتشون وان قرآن في حديث خيستي هن أرجع من نفس إنسا خن جامه خن هندبته من الجنة بدعة جامة بدعة جر خن رته علمائين وان دبته جرا ابن عربيين ويا بدعة رته وان دبته وان فقط سلمة متي جان بدعة جون وان فقط ليس متي وان الربسم من ليم سنتي جتشو بدعا جاني واي خانا راتي دبتا ابن عربيين خانا بدعا جتشو طوليغا أم محمد أسراتي أكي سنو يبسيتانيتي بدعا جتشون وان هاريخن فكيني أمدورة هنترين جتشو دا جتاني جرتان ابن عربيين لين أكو ميسين دبتا نتي جتشو دا بدعا جتشون محدثة تكي وان هاريخ جچو دملے وان فوکوتا کہینتانے تکی وان عرفما اکہینتانے دوبتانی جرن خنلے سینو یبستانی جرتن تولگا گرگا فی لمفاتی ہیرون دیبو ام عبد الله می بدعن خن بکمی قتی قودما اک شریعت تو حکمی نیک ابو مال می خن بلینا نو سونو یبستانی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرا كننا كنو كيتيف قلتو مسين جتا بدعا جتون أكا شريعاتي وان قرآن في حديث نبي خينيا عليه الصلاة والسلام تنخالف نيوتاتي بدعا غاري جنان تنمو بدعا جليناتي سنجرتي تن قرآن في حديث نبي والفرات تولين فرانة تولين سمن نيجتشو بدعا بكلمتك قدمتي إذني درا بدعا جليناتي وجنة إسيني اسمالي تن قرآن في حديث نبي كينيا والفرات من كمني تن فال ليستو وجتشو بدعا حسنا يوخان بدعا غاري جتشون تن أرقم قرآن في حديث نبي خينيا عليه الصلاة والسلام تن والفرأتم تول سمت وجتو بدأن بكلمتي أكا قدمو حديثا نتي إرى فرأني أكا سماس حديث نبي خيني عليه الصلاة والسلام حديث بخاري في مسلم أديسا كيسا حديث عائشة رضي الله عنها
أمان تيني عايشان حديثة نو أديس تجرى حديث نسونيس بخاري في مسلم خيس أديف ميجرى نبي عليه الصلاة والسلام من جان من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد جان حديث عايشان أديس تخيسة بدءا بكلموتي أكاك أودمو كان أكا نو إبسو حديث نقول نبي كيني مال جان من أحدث نمني أرقم سيسي في أمرنا هذا شريعة إسلاما خيستي ما ليس منه وان شريعة إسلاما إراهن تاين يو أرقم سيسي فهو ردون جان نبيين مالتها فرأتمنك أبدو نديبفنا أبيتشار رديبتي جاتشو إران فرأتمتو حديث الرواية برات اللي نجرا تن أكان نو إبسيتو مال جا حديث نسون من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردون جان رسول الله عليه الصلاة والسلام نمني دلغا تكا دلغي دلغان سنمو هجين سن تن شريعة إسلام إراهن تين يوني في تاتي فهو رد جان اسم مال تاتي تديبتو تاتي إرافر أتمهن كبدو تناجتشا رسول الله عليه الصلاة والسلام نبي كينيا أكان إرانو إفساني جران مال إرى ما ليس منه جتشو مال جتشو أكته نوف إف نوف إنين إفسابك خانت ما ليس منه جتشون أي نمتجي سوني دلغان إني هجتو هجين إني دلغو يوني في شريعة إسلاما تن والإنسيمن تن خالفتو يوتاتي نديبتي جاتشو مالتو نوجي راماس يوني في تن شريعة إسلاما ودي والفرطة مكابو والسيمنك أبو يوني في خنتاتو تاتي مالتاتي إران ديبتو دلغاسون اتفايا دبنا جاتشو تن أكان أمان جاتشو بدعان بكلمتي أكاك قدامو واني حالا نو إبسو حديث براتي جرا حديث صحيحة خيستي حديث أديفمي إني نس جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه دلقا غاري ساني ربي إراها جالتو جرير ابن عبد الله البجلي مال جان نبي كان عليه الصلاة والسلام جاني جان من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء مال جان نبي عليه الصلاة والسلام من سن نمني قراغو دي نمني أرقم سيسي في الإسلام شريعة خي إسلاما خي ستي إسلام ما خي ستي نمني أرقم تقو أرقم سيسي جان نبي عليه الصلاة والسلام سنة حسنة واني أرقم سيسي وان غاريوني في خنتاتو تاتي فله أجرها وأجر من عمل بها بعده نبي مال جان أبيت خرا هاريا أرقم سيسي سن خرا نمني أرقم سيسي سن يعني خرا غاري خرا سنة يعني خرا غاريوني في خنتاتو تاتي ثواب من دادك أبا ربي برا نمتج إسابودة دلغا تنالوفي دلغا أبيت خان أرقم سيسي يو خبراتو في هجوتو كان هجوتو يو تهيلي إني ليس أجري نساء من دا نساء واتك اللي أصو إراهن إرنة هما تك اللي أصوهن إرنة أبيتش هجته لما تلوفي هجته فيس من دا إساك أبا أججو بدعان بكلمك قدمو داف حديثني قنيس حالان نو إبسا أما اللي مال جان نبيين كيني عليه الصلاة والسلام حديث ما خانا خيستي أمور الرتي مال جان ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء جاء النبي عليه الصلاة والسلام أكسماس نمني إسلام ما خيستي نبي مال جان إسلام ما خيستي نمني خراف وكوتو أرقم سيسي خرا شريعان مور والمرميك أبدو نمني أرقم سيسي كان عليه وزرها خرا همين خراف وكوتو خنا أرقم سيسو إساء إرام إني أبيتش أرقم سيسي سون مالك أبا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وزري دلي دك أبا هجتان خراف وكتو أرقم سيسي دلي تو الرجرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام ووزر من عمل بها من بعده أبيتش إسابودة لفيه دلقا إني خراف وكتو أرقم سيسي سون جلا ديمي أماس دلقا سون هجتو أسو واتك اللي إراهن إرنة دليك أبا جان نبي عليه الصلاة والسلام من غير أن ينقص من أوزارهم شيء واهما تكلي أسو ديلي أبيتشي خان خرا أرقم سيسي سون خرا إني أرقم سيسي خرا فكتو سون أبيتشي دلقيس ديلي كبا نمني إسابودة لفي خرا فكتو سون هجتو اللي ديلي دك أبا جان نبيين كيني عليه الصلاة والسلام جرير ابن عبد الله البجليتو نبي عليه الصلاة والسلام الرانو دبرسي
bid'aan akka bakka lamatti qoddamu hadiisni kuni lachuu jechuu haalaani nu ibsa jechuu tolega ummu abdullah ibsa ballaada nu fanidan heddu galatumada asirratti jechuudha daawwattoota keenya sunnaa tvdha marii nuti irra gaggeessaa jirru maalummaa bid'aatii fi qabiyyeen inni shari'aa keessatti qabu hoo maali kan jiru irratti taha mee ummu abdullah jechuudha bid'aan bakka lamatti qoodamuusaa irraa dubbatanii jiran bid'aa gaarii fi bid'aa jallataa yookaanu bid'aa gadhee isa jennuun jiraachuusaa nu dubbatanii jiru. Akkasumatti illee jechuudha bid'aan kun lafa kaanee tumaa miti kan bid'aan bakka lamatti qoodama jennees maaltu jira ragaa qabatama ta'etu jira kan hadiisa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam irraa nu gahe akkasumatti illee ulamaa'onni firii hadiisa kanaati jechuudha walii cunfuudhaan maal jedhaan bid'aan bakka lamatti qoodama bid'aa gaarii fi bid'aa hamaa takkiihoo bid'aa fokkootaa yookaan bid'aa jal'inaa jechuudhaan ulamaa'onni lafa kaayan. Mee eega maalummaa bid'aa gosa lameenuu beeyne jechuun bid'aan gaarii jechuun kan gabaabumatti quraanaa fi hadiisaa wajjin wal simatu bid'aa jallaan kan quraanaa fi hadiisaa wajjin wal faalleessu jennee eega beeyne jechuudha. Fakkeenyoonni bid'aa kunoo maal fa'a akka ta'e kan irratti haasofnu taha mee gara ummu luqmaanitti nichi dabra ummu luqmaan mee bid'aan kun. Fakkeenyoota isaa osoo nuuf ibsitanii bid'aa gaarii fi bid'aa jallaatu jira durarratti waa'ee bid'aa gaarii irraa fakkeenya tokko tokko irraa osoo nu dubbattanii. Tolega. Bismillahi rahmaani rahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nawaitu lillahi ta'ala waan gaarii dhaggeeffannu kanarratti akka rabbiin ajrii fi thawaaba nu kennu. Irraa arkannutti niyyaa teenya rabbiif jennee qulqulleeffachuu qabnaa jechuudha. Akkuma amma armaan olitti dubbatame kanatti bid'aan akka bakka lama qoodamtu akkasuma bid'aan toltuu fi gadhee akka qabdu armaan olitti dhaggeeffannee jirra. Bid'aa toltuu keessaa tan dura as fudhannu akka hojjaatti akka daliilaatti jechuudha qura'aana irraa hin fudhanna. Kunis maali? Qura'aana. Suuratul hadiid keessatti rabbiin nu dabarse jechuudha. Kunis quraanni kun maalirraa dubbata? Waa'ee rahbaaniyyaarraa dubbata jechuudha. Kanaas quraana keessatti nu dhufe kana gu dubbannu waja'alnaa fi quluubi alladhiina ittaba'uuhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaaniyyatan ibtada'uuhaa maa katabnaahaa calayhim illa ibtidaa'a ridwaanillaah jeeti rabbiin quraana ayata kana keessatti nu dubbate jechuudha. Kunis eenyurraa nu odeeffame kan sayyidunaa Ciisaa alayhi salaam warreen isa jala deemanii isatti amananii rabbi dhugoomsan akka rahbaaniyyaa jalqaban ayaanni kun nu hima jechuudha. Maal jechuudha? Rabbiin isaan kana kana keessatti ni faarsee quraana ayata kana keessatti warreen rahbaaniyyaa jalqabe kana ni faarsee jechuudha. Waja'alnaa fi quluubi alladhiina ittaba'uu warreen Ciisaa jala deemanii. Isaa dhugoomsanii rabbii fi rasuula isaatti amanan jechuudha. Qalbii isaanii keessatti itti goonee jirra maal ra'fatan wa rahmatan rahmataa fi ra'fata qalbii isaanii keessatti itti goonee jirra jeeti rabbiin isaan kana nu hime jechuudha. Warreen sanoo maali wa rahbaaniyyatan ibtada'uuhaa warreen rahbaaniyyaa jalqabanii isaan kunoo warreen rahbaaniyyaa jalqabani rahbaaniyyaa kana jalqabuun isaaniitu maalirraahi. Maa katabnaahaa calayhim illa ibtidaa'a ridwaanillaah rahbaaniyyaa tana jalqabaatti immoo rabbiin ajaja itti hin buufne akkasuma sayyidunaa Ciisaanis ajaja itti hin kennine jechuudha alayhi salaam. Haruma isaaniitiif lubbuma isaanii biraa ka'aniiti rahbaaniyyaa tana jalqaban jechuudha. Maaliif jalqaban illa ibtidaa'a ridwaanillaah jaalala rabbii argachuu qofaaf waan tana jalqabanii jechuudha. Rahbaaniyyaan tun argama haaraa isaan ummanni sayyidunaa Ciisaa jala deeme kun argamsiise kanaaf jecha quraana kana keessatti rabbiin isaan faarsee jira jechuudha. Kanarraa maal hubanna? Bid'aan toltuun akka jirtu quraana ayata kanarraa hujjaa fudhanna jechuudha. Akka hoo daliila arganna jechuudha. Kan itti aanu gocha sahaabiyyoota irraahi kan dubbannu taha. Kunis maali? Imaam Bukhaariin sahiixa isaanii keessatti. Akka nu dabarsanitti waa'ee salaata taraawiixaati jechuudha. Salaata taraawiixaa kana
غاف رسول ربي عليه الصلاة والسلام لبون جرانيس أكسم غاف أبو بكر جراتانيس خلافة ثاني غاف جراتانيتي رضي الله عنه صلاة نتراويها نمو متمتبتي لبو ساتيف صلاة تريجة جودة أتشي بودا غاف خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه غاف دفو غاف إسان خلافة ثاني خستي جد جودة صلاة تراويها خنا جماعتي أكا صلاة مخان إغلمي غاف سيدنا عمري جد جودة خنيس مالي سيدنا عمر صلاة تراويها خنا إمامة كوغوداني إمامة كجلتي أكا صلاة خنغودان سيدنا عمري جد جودة عبد الرحمن ابن عبد القاري ينما جامو وجي صحابتي جامو سيدنا عمري وجي خرا غيارم هل كر رمضان تا كو خيسا غبهاني خرا مسجد ديني وغو مسجد سن ديني نمو صلاه تراويح اداد دان صلاه تراني خنا سيدنا عمر وان كان لالني مالجان اوسون امتا كان اداد دان صلاه خنا امامه كو جلتي وليك ابي امامه كو غدي في اكاستي جماعه صلاتني ونتن قويت فكاتي جانيتي دبتني اكاستي صحابتي ابي بن كعب جامو امامه غدني في إمام قداني صلاة وليك أبماني أكاسي صلاة جلق أبماني جاتشولا خناف جاتشا خونيس بدعا صحابتوني حجتان خيسا بدعا تولتو خيسا توقو جاتشولا أكاسما خطيان واماس إمام النوويين روضة الطالبين خيساتي واي دعاي قنوطا رتي خندبتاني دعاي قنوطا خنا غافة خرسولي عليه الصلاة والسلام ساني رادو في قرآن هنك على أنسان الرتي علماء النخن إذا أني تجرى ما لسانيس ولا يعز من عاديت خنجو مال درة تبارك ربنا وتعالى تخنجو درة علماء أني ولا يعز من عاديت خنجو خنا جل تي دبلني تجرني جتشودا دعائي قنوتا خنا خيستي أكسما فلك الحمد فلك الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب اليك خنجو خناس اكست اتدبلني دعائي كنوتا تنخستي ولنجا ما جچودا الى الرلي خنو ولمان جچ جران تيجچودا خنيس ارغما رسول ربي عليه الصلاه والسلام هنجتين خيسا خن صحابيون ني علماء ني اتدبلني جچودا اكسما تيان سودان ماس بدعات التور مال اركنا كتابه قرآن الرتي تقالي جرنكنا خنجرنكنا صحابيوتا غافة صحابياتا سنجراني نمني خنا درجة القبية يحيى بن يعمر تابعي يرى خنته خنجا أمو كتابني غافة رسولي عليه الصلاة والسلام جراتني وحيين أقول رتي بوسن صحابتوني جلاخة بنسن رتي مالتو انتره تقان هنتره جتشولا تقام ليدا جلاخة بوتراني جتشولا أتشي بوداس سيدنا عثمان وحي خنا خنبوي ولك أبني مصحفة قداني حبا جها أورغانيز قداني جاتشودا حبا جها خطبني دي غربية برية أداد دا إرغاني جران جاتشودا فكينياف غما بصرا إرغاني جران أكاسما ماس مكة تلي إرغاني جران بكبراتيس أكاسما إرغاني جران جاتشودا شانن أكاستي بيبية هيراني دي توقوتو إسان برهافي شانن إرغانساني في توقيتي إسان برهافي اللي مال توري تقاه هنك ابنه تريجت جولا أتشي بودا غافة زمنا أبو بكريس أكسما غافة زمنا عمريس كتابني مال هنك ابنه تري هنك ابو تري تقاه هنك ابو تريجت جولا أتشي بودا تابعيتي خان تري خان تابعي را خان تهان يحيى بن عمر نمني جامو تقاه خانا كتاب خانا رقودان مالف قودان يوجنة نموني عربان ألا تجيران أفان عربا خنا دبسون وان إسان ركوف جتشا أكا إساني فلافتو تقع خنا جلق أبني قد أنجا جودا مي إما قرآن نخوني وصو تقع انك أباني نوتي أكا من دبسو دور ريس اللامي خناف جتشا نوف أكا نولافتو تي وان خنا نوتولشاني نورف جتشودا خونيس مالي بدعا تولتور را إسا تقو جتشودا خنما خنتيان سنو مالي زيادة عثمان رضي الله عنه آذانا ثانيا سيدنا عثمان آذانا دراخ عما جنوخا نجلق أبو سانيتي جتولا غاف رسول عليه الصلاة والسلام رب جرانيس آذاني خنما وقو إمامني من برر والبهسا آذانا موتو جراتي جتولا غافة عمريس أكسما غافة أبو بكريس أكسما تري جتولا غافة خلافة سيدنا عثمان تهمو
azana dura khajannun khana khamma azana dura jannun khana itti dabalan jechuda khanas malif dabalan yo janne ummani waya daddatin shakhalamudan khara jum'a salata jum'a khana dafani hindufan ture ni dibawan ture jechuda khanas jecha ummani akka dafani khara masjida dafani dufani jecha azana khana itti dabalani azani dura azana mu yegaleme jechuda azana kana daga yudani wari dibawo me wari shakhala me kara birajiru len azana me jani dafani gara masjida rufanja chuda khanis bid'at wal tu khis satate khazayduna usman jal qabani jachuda akasuma bid'at wal tu bira khisa makan nabi rabbi alayhi salatu wassalam gubar rayfamu sallallahu alayhi wasallam jaamini jachame khatabun kuni غافه نبي ربي عليه الصلاه والسلام جراتن هنتره تري اتشي بودا جلقا في خناس مالرا جچو دندنيا رسول ربي طليالي اددا غرا موتو تا اددا غرا بيي اددا ارغو ترنجچودا اغو سن ارغن سنرتي صلى الله عليه وسلم جاني مقاساني تي انسني هنكتب ني جچودا مال جاني كتبن من محمد رسول الله الى فلان جاني تي كتبن ارغما ربي محمد الرا غرا ابلو جچاتي خطبو ترن جچودا خنيس رسول عليه الصلاه والسلام مقاساني تانسني صلى الله عليه وسلم خجو خنا خطبو هن تري جچودا اسام بودا وانجل قبمته مقار رسول ربي غد اومي صلى الله عليه وسلم جچون ثواب قبا وان قويطودا بدعه التورا هي جچودا اكسي خنيس بدعه التورا هي جچودا خناف جچا بدعه التولتون بايه تجرا خنجل قبمه خن صحابيوت تي جل قبمه اچو وداس خنجل قبمه نجرا ولما قالت تجچودا بدعان تولتون حديثها في قران الرا حجاف دنيتي بدعان تولتون نجرتي وانجو خنا حاله خناني ابسما جچودا ايغا كنداوچا جرتن تي في السنه قبي سغنتا مولودا سغنتا دبرتوتا تين اسيني دي هاتو تا اما حرغر فنو جواب دو تكامبو دو وليد ديبنا اما اللي ترتي غاري مدح الرسول عبادة وتقرب لله فاسعوا للمدائح واطربوا فبمدحه البركات تنزل جم ماس الرديبون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سنينجچا ايغا كبجمتو تا هردفتو تا السناتي بيدا اماس بوقنا غبابا بودان ولد ديبيني جرا مي غافي في ديبسان خنياس اتما ففاتي ارغما امي مو مي ابسبلا ام لقمان نفخنا قيساي تشودا ونين يرتي دبلت يو جراتي رفاعه ابن رافع صحابيين جامو غافتو كمال جدن ارغم ربي عليه السلام انسان جلبوني اوسو صلاتا جرو مالجان يروني ركوع را الغدتن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يروني في جدن انسان نخيساتكو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جچودان دوبته توري يرو خنا ارغم ربي عليه الصلاه والسلام يروني في صلاته فيتتن مال جچون غافتن مي جچا خن اينيو تو جيده جچودان يروني في غافتن انا تو جيده جچودان دوبته يرو خنا ارغم ربي تيس عليه السلام مال جان ملائكو ملائكاله صدوم چالن تکا صدومي في ويتهن اساني جچا خن قلبي يوسف ارتي ولدرغما جرون اركي جچودان رسول عليه الصلاه والسلام دوبتن خنيس گچا ارغم ربي گودا جچوني سينا ججيني اكسمتيله وان هاره چودا خنافو مالف وان هاره وان نججين گوته جاني رتي مرمينه اينو ما چودا جچسا غاري تهو عيسى مال گودن رسول الله رغا بهانيف چودا خنافو حديث الراهيس قران الراهيس هدوتو نودفه رغالين بيدا گاري چودا اكو مريفو امو لقمان دوبتاني تي چودا مال جان واي قران رات زمنه نبي عيسى تراي چودا يرون في دوبتن امه رهبانيه چودا دوبتاني جيران مي ام لقمان خره خيسنتين دبرا رهبانيه چونتن مالكاتاتي مي داوتو تخينيا فسو ابسيتاني تولغا ريفو
bid'aa toltuu keessaa durarratti tan fudhannu quraana ayataa irraahi jenneeti. Quraana ayataa kana keessattis warreen sayyiduna Iisaa alayhi salaam hordofanii jala deeman keessaa warreen rahbaaniyyaa jalqaban isaan dubbannee turre. Rahbaaniyyaa warreen eegalan jeeti rabbiin quraana keessatti faarsee jira akkuma amanuu dabre sanitti jechuudha. Rahbaaniyyaan tunoo maalii eeguu jennu? Rahbaaniyyaa jechuun fedhii faaya addunyaa tanarraa if qabanii rabbiif jecha ibaadaadhaaf achi bahuun rahbaaniyyaa ja'ama. Rahbaaniyyaa tana hoo akkuma reefu dubbanneetti rabbiin subhaanahu wataalaa godhaatti waan kan hin eemarre jechuudha. Isaanumaatu of biraa kaasee godhe. Rahbaaniyyaa tana faaya addunyaa tanarraa if muruudha jennee faaya addunyaa tana jiruuf jireenya addunyaa kana keessatti faaya garaagaraatu jira. Fakkeenyaaf uffata babbareedaa uffachuu, mana bareedaa keessa galuu, nyaata qoqqooqaa nyaachuu. Kanneen hundi faaya addunyaati jechuudha. Ummanni rahbaaniyyaa jalqaban warreen sayyiduna Iisaa jala deeman kuni kana hundarraa if qaban jechuudha. Hattaa maalirraallee hattaa hanqa jaartii fuudhanii ilmaan horuu sanirraa illee if qabanii warreen jiraatanii jechuudha. Maaliif shaakala addunyaa kanarraa ilmaan jaartii waanuma addunyaa tanatti shaakalamuun ibaadaarraa gama boodaan nu hambisa jedhanii waan yaadaniif jecha rahbaaniyyaa tana akkasitti jalqabanii jechuudha. Achi bahanii gama kophaa isaanii achi bahanii mana mukaa fi citaarraa horofarraa akkasumatti akkanumatti tolfame keessa galanii rabbi ibaadaa godhanii jechuudha. Rahbaaniyyaa wanni jennuun tana jechuudha. Rahbaaniyyaa tana jalqabuu isaaniitiif rabbiin subhaanahu wataalaa akka ammaan olitti arkine kanatti isaan faarseeti warreen rahbaaniyyaa jalqabee warreen qalbii isaanii keessatti rahmataa fi ra'afata goonee je'eeti rabbiin waa'ee isaanii kanarraa waa'ee rahbaaniyyaa irraa nu dubbate. Kanaaf jecha rahbaaniyyaan waan amma dubbanne tana fakkaatti bid'aa toltuurraahis isii tokkoo jechuudha. Tole egaa Ummu Luqmaan waa'ee rahbaaniyyaadha sirriitti nuuf ibsitanii jirtu. Akkasumatti illee fakkeenyota bid'aa gaarii illee hedduu dubbatanii jirtu. Mee nutis fakkeenya bid'aa kana bid'aa gaariitti irraa jechuudha muraasuma isaarraa dubbanne malee waliin illee hin geenye jechuudha. Maaliif fakkeenyotni bid'aa gaariidha hedduudhaatu jira. Kan quraana keessatti illee uummata sayyiduna Iisaa hordofanis akkasumatti illee gochoota gaggaarii kan akka sahabaan hojjette jechuudha. Azaana lammada ittiin dabalame kana akkasumatti illee quraana kitaaba kan sayyiduna Usmaan jechuudha tartiibaan kaayan. Maaliif yeroo zamana ergamaa rabbi alayhi salaam quraanni wahyiin yeroo ifi bu'u garii lafee irratti garii wantoota adda addaa irratti barreessaa turan. Kanumaahu zamana sayyiduna Usmaanitti jechuudha wali qabaniiti tartiibaan kaayan jechuudha. Akkasumatti illee jaami'ul quraan jedhamuun beekaman. Kanaas maalii gocha gaarii sahabaan hojjetteerraahi. Dabalatattis akkuma reefu dubbatan qabxiilee quraana irratti godhuu qubeen baan maal fakkaatti qabxii takka jalaa qabdii taa'an qabxii lama qabaachuusii yaa'an qabxii lama jalaa qabaachuusii akkasumatti illee qubeelee biroolleen jechuudha qubee tuqaaleen irratti dabalamuu isaatis kunis maali bid'aalee gaggaarii irraahi bid'aan gaarii kana qofaan biti hedduudhaatu jira jechuudha. Kanaafu waa'ee bid'aa gaarii keessaa tokkos dhaloota ergamaa rabbi alayhi salaam sanni jechuudha. Kanaafu waa'ee kanaallee bal'inaan kan haasawinu taha immoo ammaaf jechuudha gabaabumatti bid'aan bakka lamatti adda bahee eega beekame jechuudha bid'aa gaarii fi jallaa jennee dubbannee jira. Amma mee bid'aan jal'atan maal fakkaata kan jiru garasitti dabarra jechuudha. Asirratti uummatumayyaan. Waa'ee bid'aa jal'inaatirra osoo nu dubbatanii bid'aa jalaan jechuun maal akka ta'ee fi akkasumatti illee ragaaleen dhufe yoo jiraate walumaa qabsiistanii osoo irraa dubbatan. Egaa carraan kanaa kenname jecha abbiif galata guddoo galchaa isiniifis hedduun isin galateessa. Itti aanseeti bid'aan jal'ina maal faadhaa hajuu bakka meeqaanii qoodamaa hajuu kana badinaaniin insha allahu ta'aalaa laalla. Bid'aan jallata bakka lamatti qoodamaa takka usuulatti akkasumaanuu furuucattis ta'uu mala. Bid'aan usuulatti akka ta'u maal faadha yeroo saxaaboowwan zamana rasuulatti alayhi salaatu wassalaam amantaa
ربنا سبحانه وتعالى جرينيا ساتي ايجا امن نبودا جرينيا ساتي بكا في كالتي اكمبر باتسني اسان شوفو امن تانساني خنجراتي امو وربودان ورا عقيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام اتلوفن خنا ورفع ليسو ربي خلتي في بكا قلوتي جرينيا عرش التجرات جتشتي ورا دبتو خن عقيدة را عقيدة بدعة جلنا خيستي خرمة متهجة شولا لميسا ورى إنكار القدرية ورى قلوفا معبد بن الجمهي خجامو بيا بصر الرا صحيحة مستمرة خوضيفة مخيس الرا ما جتتي وضيفة جراتا نمني توكو دلقا غاري في إيسات الراهي دلقا غاري توكو في إيسات الراهي أوما ملي رب إسان أومو جتتي دبتشا جراتا جتولا خنيس عقيدة را بدعة جلنا عقيدة را خطيفة خيستي رمضة مجتشودة أكسمانو نمنيتوكو أوجي همتو يوخان ديري قرقدوتي خسيني مالتي خفجان خفرتي خفجان خنيس ورا خوارجة زمنا سيدنا عليتي ورا أرقمي خيسر را ورا أرقمي خنيس بدعة جلنا تي رمضة مجتشودة خناج أفعو مالي أصول الراهي بدعة جلنا خيستي رمضة مفجتة فروع الراهو ما الفادة خجو إن شاء الله تعالى إتي أنسنة هم نجتشولا دم الراهي والنرى اللو تكا إرقما ربي مكان ساني هقو يا ممي وما يو هقو خطابة مي خطابة قبتي ما الخجو فاجرة صاد قبي صادي خطابة موسى يوخانو صلعم صاد لام عيني في ميم خطابة مو قل بدع فكنا خيس الراهي رمضة ما أكسمانو قرين ورى ربي ذكر جتشتي مركانا مكا ربي كوبي في مدي الله خجو عير الرسانيتي الله الله جتشتي كوبي هاي الرا الرساني أكسمانو هايس الرا أبمسيسني خنفا بدعة جلنا خيستي خيستي خرم دمو فروع الراي خنتها جتشودا خنا بجتش خنا تفاو بيني بدعا جلنا خجامو خنا فادا أكسمانو مكا ربي مركانا نقرين عبادة في واني جلنا نوروان نجو جتشتي مكا ربي الراء الرسا خنتي وراء ذكري قونا خجو جرا خنا تفاو بدعا جلنا خيستي خرمدا مفجتشا خنا الراء الرجالة بلنا تيس نجرا الراف خنمتي نقبابسا خنا الدقيف خنا الدقيف التنف هدون اسنقلة عيسى بارك الله فيكم ايغا كبجمتوتا هردفتوتا السنة تي في دا ماري واي معلومة بدا دقيسا جرورا هبنا قدار قطن جنة يانا دبلتان مي أماس غرا أم عيماني تي نشي دبرا مي أم عيمان واي بدا إلالتسي أحكام شنن جلا قلو إيسا مي حالا خمين لو في بسيطا إغا جل كبرتي داوتون يا سنة إغا جل كبرتي داوتون يا سنة تي في اندينو صدا ربي كقبان نسنينجا اتيان صدا كثواب ربي رارك نبجتا نياتي ربي بجتا ككل كل فنو نسنينجا إغا أساقنتان بريتون السنة تي في لان سنة براجرتي واي بدعا رتي چودا هيكا بدعا أكا أفان عرباتي أكا سوما أكا شرعاتي سمعنا إساني نوفي ماني جراني فكينيا بدعا تيچون أكا أفان عرباتي وانتا هاريا كان الراندور هينو جتامين وانتا فكينيا انكامني الرخان أرغمي چو وانتا هاريا أرغمين بدعا جنان جاني تراني چو بلين كيا أكا سوما أكا شرعاتي وانتا قرآنا في حديثان اندوفين قرآنا في حديثا وان كان هجر دا يخاني ما وان كان ريسا هنجامين كان عرد فيه وانتا أما بيش وانتا هاري أرغميتو بدعا جاما جاتشودان نوف إبساني توراني چوبليانكي كان أكسما قدمين سبدا نوف إبساني جراني بدعا نكبا كلمات قدمتو بدعا غاري في بدعا جليناتي علمائين بدعا خنا يرو قودنجا چودا هو لفر دابتاني يوخاني مو كلمة لفاخاني كنتاني اللي نوفي بساني جراني چو رقالي الدادة فكينيا فرقا قرآن الرا حديثة إرقما ربي ترى صلى الله عليه وسلم جاچو تولماي واحد دو نوفي بساني تراني أصولين غرا غافي خيات تنسي ندورتي
حديثة أبليتين تيا أم عبد الله دبتي حديثة جرير جتشو حديثة جرير من سن في الإسلام سنة حسنة حديثة جوسان الرتي تكشو إبسا قدوم بربادة حديث أرجما ربي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده جو أرجما ربي صلى الله عليه وسلم كان الرتي ورين بدعا خنا أبو سيسو بربادا جتو ورين بدعا هندي وانتقوا يا خسار كمي هندي بدعا جليناتي جعاني يادا حديث خنا يرو دليل قرأة مال جاني حديث نخوني جرين يرجما ربي كفر رتي خاص سيدا جنجتو نجي أفرام نسان رتا جراتو دروتو يرجما ربي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام جامل من سن في الحياة جنجتو كان جزي جان ما في سلا يرجما ربي بيخان علما الرجالا علما الرجال كمان علما تهني كنا وانت ورين فرقا جلنا قبطا وبيخن ارغما ربي ني ولا لنجچو نتيچو ارغما ربي صلى الله عليه وسلم سلا بدعنتم زمن انسان قفرت خاصي ذاتي وخالمو زمن انسان لبونجرن قفرتي دابتي سلا خطوتي ارغما ربي صلى الله عليه وسلم من سن في الحياه جان تريچو كنا كون رغا كيساني فينت رغا كيساني فينتاني ابسو بربادا ega garaga fi qiyati ila fandebu bid'a khana ahkam shari'a shanan wajin gize wal qabsi fnechu ahkam shari'a bakashani kodama fakenya fardi harama manduba yukani mo sunna makruha yukani mo jibama fi mubah isajan nunjachu bakashanan kanat kodama qana ulamain hafiz ibn hajar namni jamu hafiz ibn hajar kitabi sani fatul bari جزي أفرفا فلا ربلا ما في شنتمي أفر إرتي مال جاني وقد تنقسم إلى أحكام الخمسة جاني دبتن جتشو بدعا خانك زي دبتن أحكام الشنن جتشو خانت خمبر بعدمي فرضي حرامة سنة مكروحة في مباحة جتشو بك شنن كانت أكا قدمو نوفي بساني جراني جتشو يرو لالو فكينيا في فرضي جتشو مال جتشو لا فرضي جتشو وانتا ربي بجتشا يو خندلي دوتاتي ثوابه اتقبدو يو استمو يخاني موان سنوججو ديفته اتينغا فتمتو يخاني مو تنقطع تمتو فرضي جامعو احكام اسلاما خيسايني توكوفان اني لما فاني مو حرام اسينوني حرام يچون وانت يوربي بجچا وانت سنوججو خديفتو تاتي يوربي بجچا وان سنوججو ديفته ثواب ربي راتيرغتو يو حجتمو اتينقطع تمتو تو حرام جامعو اكسما مندوب يوكان مو سنة اني جنون كوني يو وانتا يو ربي بجتشا وانتا سان هو جتة ثواب التيار كتو يچو ربي راه من دا التيار كتو يو هو جتشو ليفته مو اتين انكت عطمني تو سنة يوكان مو مندوب جامع يچو اني افرافان مكروح جامع مكروح جتشون وانتا يو ربي بجتشا وانتا سان هو جتشو ليفته ربي راه ثواب التيار كتو يو هو جتة مو اتين انكت عطمني تو مكروح يوكان مو جبما جامع يچو اني شنفان مباح اسا جنون سني مباح جتشون وانتا يو هو جتس يو ديستس من داستي كتا تتين انكم نيتو مباح جامع يچو يرو خنا علماين بدعا يوكان مو وانتا قويا خسار غمي خنا يرو احكام شنن كان رتي في دن مال جاني عالمني بكمان امامني امام توسا علماء نديرت وليغا لنجتو ابو محمد عبد العزيز بن عبد السلام ننجامو ربي سان الرحاجالتو مال جاني دما كتاب ساني قواعد جامرتيتو كران بدعا خنا احكام شرعا شنن كان جلد تنقون نو مال يرو جنو فكينيا في بدعات نيو خان مو وانت غيا خسا ارغمي خنا قايده واجبات الريو خفن نوتاتي قايدة واجبات ناو جيو خوالين قلت تاتيه اسين تول مال تاتي بدعا واجبات تاتيه يوخان مو قايدة حرامات ريو خان رفت تاتي قايدة حرامة جليو خان سين تاتي اسين توني بدعا حرامات تاتي قايدة سنة يوخان مو قايدة غارية وانتو تاك غارية جليو خان سين تاتي بدعا غارية يوخان مو بدعا سنة تاتيه قايدة جبما يوخان مو مكروحة إسا جنون سنجل يو خسين تتاتي أكسما بدعا جبم تتاتي أكسما مباح إسا جنون سنجل يو خسين تتاتي إسا بدعا مباحة جامتي بكشانت قناتي أكا قودمو عالم نبي كمان كن نفهم نجرانيجو
أكسمة ابن عابدين كتاب إساني رد المحتار إسا جاء مخيستي ربي إنسان الرجالته جزي تقفى فول البشاني في جاتا من رد يرون فدي سمال جاني بدعنتني بدعة واجبة تودن ديسي جان فكينيا في أكا ورا فرقا جلنا كباتت دي مرتي رقا رابو إنخوني بدعة واجبة جلسين تيجو قانا ماليس أكا إلمي نحوي بارتشو إلمي نحوي بارتشون زمن إرقما ربي صلى الله عليه وسلم هنتره إرقما ربي تي صلى الله عليه وسلم إسان كان إلمي نحوي بارتشون درقما جاني هن أججني قرآن خيستي سن أججمنيجو أكسما زمنا أبو بكرز زمنا عمرز أكسما زمنا عثمان بن عفانس ربي سانون درها جالتو إلمي نحوي برجون هنجلك أبمنيتو إلمي نحوي برجون زمنا خمجل كبدي زمنا علي بن عبي طالب يتو ربي سان الرها جالتو غابسن جل قوامتي كونيس مالف جل قوامي نمني قرآن في حديثة برجو بربادي هندنو إلمي تانا برجون إلمي تنبرتشون أكا قرآن في حديث سرتي وبتوفجتها إلمي تنبرتشون كراتا سفمته أما جروتو إلمي نحوي برتشون نمني حديثا في قرآن برتشو برباده هندنو نحوي برتشون درك مايتشو كناف إلمي نحوي برتشون بدعة واجبة جلسين تجرتي جتشو أكسمة بدعة حرامة يرو لالو بدعة حرامة جلتي قنسين تويتشو بدعان فكينيا فكا أمالين تيني نوفو دي ساني نوف إبساني تورانيتي فكينيا إرقما ربي تر صلى الله عليه وسلم يرو صلوات بوسنيتشو قباجيت أمبرريسون قباجيت أمبرريسون بدع حراما جلسين تيتشو أكسما إن خان بدع سنة يخان مو بدع مندوبة إسا جنو سنجتشو بدع مندوبة خوني أكا فكينيا فمدرسة جاروفا مدرسة جارون بدعاء سنة جلسينتي فكينيا فكا دلو ترغم ربي صلى الله عليه وسلم أكو منو تقويا را خانا خبجا جروتي إسا خانا خبجونيس بدعاء سنة جلقلتي كان ماليس وانتمان غارين أرغمتيتشو وانتمان غارين زمن دورين جراتين جتشون زمن إرغم ربي تيستي حديثها في قرآن هندوبتامين هندنو كانين حديثها في قرآن وجي وليقل هندنو بدعاء سنة يغانمو بدعاء مندوبا جلقلتيتشو إن خان بدعاء إن قاعدة فرفان جتشو بدعاء مكروهة إسا جنوسان بدعاء جبامتو إسا جنوسان لالا بدعاء جبامتون فكينياف أكا مزيدة فكينياف فايا دادا مزيدة خيساتي ودوفان إن خني بدعاء مكروهة جلغلتي إن خان في إني دمار رايشو بقاعدة دماء يقان مو أحكام إسلامات راي إني دماء مباحة إسا جنوسان جلت خنغلتو يتشو بدعاء فكينياف وانتا نعتا في لغاتي خيساتي وان غاري الددا نياچو وانت غاري الددا فچو فكينيا في صوفا الددا فكينيا وكوميسين ارغتا منا حنا خيسا خايچو كونين زمن ارغما ربين توريچو صلى الله عليه وسلم اكوميسين داوچا جيرتن داوتو تا سننا تي في زمن ارغما ربي صلى الله عليه وسلم درسين تي في دان يوخاني مو تلفزيون درسين قدامون كونيسين جرو توري كونيلين بدا عدا بدا مباح جل خنغلو جچو أصلاً جتخية هنت أمورين درتي ورين بدعاء بمسي سوفيا دنجتش ورين بدعاء نندي بدعاء جليناتي جتش الآن ورين دبتن بدعاء إسان هجتشا جرنكي ساموراسا إسني يادتشي سوبر بادا تفاكينا ونين أنو تيارة دبن خوني إساني فو هبنو تيه يخاني مو إساني فو بيكم ساتيه خرا قجيلو منا خنا خرا غاري خنا ديب أملاني يقان مو الرد يبيني يخبر النتات برشو ملاني وانت جو الرخيتين إسا خنا وانت بدعاته إسان هو جتشاجران راجو ورين بدعان هندنو ونقو يا خي سارقم هندنو بدعادة بدعان هندنو بدعا جليناتي جي ورين هاتوسان وانت إسان هو جتشاجران جتشو هو جتشجران أمرلي هو جتشجران إني جلقبا مالي أذان لما فا عثمان بن عفان ربي سان راها جالتو كان غويا جمعاي تشو كان إسان كرا غودن أذان سوني أذان سناي تشو سلام فاق زينو أمني غارين هوبنو دبران يغانمو إني خون أذان خون إسلام فان كمي في إسا تقفان كمي يغانمو واجبن خمي إن سنة خمي أدام بافتشو دبران كنكي بدعا أبم سيفنا يتشو رانجا تشو بدعا خانا أبم سيفنا جاني مرتفتاني مالغو داني
adhaanni tokkoffaan adhaanni lammaffaa kizee jaan fakkeenyaa fi akka isin akka nuti ilaallutti jalqabatti osoo salaanni seenne ka azaanamuu fi yeroo jumaan gahe jechuudha. Yeroo salaanni gahe sun kan azaanamu khutbaa dura ka azaanamu san jechuudha. Isaan maalitti fudhatanii azaana isuma gizee khutbaan godhamu azaanamu santu ka lammaffaati jechuudhaani azaana waajibaa dhiisanii isa sunnaa yookaan immoo isa bid'aa ka Usmaan ibn Affaan argamsiise kana hojjechuuf jiran jechuudha. Waajiba dhiisaniiti isaan kun sunnaa san dalaguu jiran jechuudha. Ilaal. Beekumsa dhabuurraan kan ka'e yookaan immoo bid'aa maaliif Usmaan ibn Affaan rabbi isaanirraa haa jaalatu azaana kana maaliif haa isaan karaa godhanii inni lammaffaa jechuun lamada ka dabalame jechuudha malee yeroo lammaffaa azaanamu jechuu miti. Osoo salaanni seenne wanti azaanamuuf maaliif ummatoonni musliimaa gaarii yookaan immoo khutbaa gorsoota adda addaa kan masjida keessatti dabru kana akka dhaqqabataniif jecha maal godhanii akka isaaniif yaadataniif osoo sa'aan hin geenye azaanamu. Alakkaa azaanami jaaniiti uummanni daddafanii sa'aa lammaffaa sa'aa salaanni geessanitti akka namoonni hundi dhufee gorsa wanta gaggaarii masjida keessatti dabru irraa argatuuf jechaadha kan karaa godhame jechuudha. Kuni isaan waajiba dhiisanii sunnaa dalaguutti akka jiran isaanillee akka of hubatan jechuudha. Karuma kanaan if yaadatanii lakkaa kana jaanii ka yoo ka sunnaa dhiisan ta'ellee waajiba akka dalagan dhaamsa isaaniif dabarsuun barbaada. Inni kaan bid'aa mubaaxa isa keessaa kan isaan hojjechuu jiran jechuudha. Fakkeenyaaf zaman ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam soofaan hin jiru jennee akka kanatti irra hedduun keenya soofaa fayyadamu jirra. Inni kun bid'aa ta'ee wanta guyyaa keessa argame ta'ee isa mubaaxa jala galu jira. Isa kanaas fayyadamu jiranii garuutu isaan kullu bid'aatiin dalaala jechuu jiran jechuudha. Ilaa hanga hammaatu kanattis fayyadama. Sufa uffatanii yookaan immoo TV adda addaa barachuudhaan achirraa darsii dabarsine jechuudha jiranii jechuudha. Bid'aaleen kun hundinuu kanneen isaan fayyadamu jiranii. Kanaafuu bid'aaleen kaanis yookaan immoo fakkeenyaaf bid'aa gaarii wanta gaggaarii guyyaa dhaloota ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam dabru kana sababa wallaala isaaniitiin wanta gaarii kanarraa fagaachuu dhiisanii yoo hin beekne baratanii haratti akka deebi'aniin isaaniif dhaama. Galatooma. Egaa Ummu Aayman ibsa bal'aadhaan nuuf kennitan maqaa daawwattoota Assunnaa TV'tiin hedduu isin galateeffanna. Egaa kabajamtoota daawwattoota hordoftoota Assunnaa TV'dha marii bal'aan waa'ee bid'aa ilaalchisee irra gaggeessaa turre kanuma fakkaata ture haala bareedaa kanaan nutiis ibsa obboleeyyan kiyyaa irra laachaa turan kanarraa hubannaa fi barnoota guddaa argatan jenneellee abdii guddaa qabna. Obboleettiin teenyaa Ummu Khaalid illeen buna nu danfisanii jira. Isaanilleen gaa sagantaa keenya akka miidhagu kun bifa kanaan shaashaa godhanii jiran gara buna dhuguutichi dabarra isinilleen du'aayi godhaa fi akkasumatti illee mariin irra gaggeessaa turre waa'ee bid'aa kanuma fakkaachaa ture maalummaa bid'aa ilaalchisee waa hedduu irra dubbannee kaane akkasumatti illee fakkeenyoota hedduus kaafne bid'aan bakka meeqatti qoodamaa ragaaleen hadiisaa fi quraana keessatti dhufe kan jechoota ulamaayitii fi gochoota sahaabaa akkasumatti illee ahkaama shari'aa jala galuu isaa bakka meeqatti akka qoodamu illee dubbannee turre. Kanaafuu mariin gaggeessaa turreelleen kanuma fakkaata gabaabumatti isinis gaa obsaan hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Sagantaan dubartoota qophii mawuludaa ilaalchisee magaalaa Hararirraa isinii tamsa'aa jiru kanuma fakkaata ture. Isinilleen galatoomaadhaa asitti argamtanii yeroo keessan qaalii naaf kennitanii. Afeerraa kiyyallee kabajanii iddoo kanatti argamtanii marii bal'aa kana hawaasaaf hubannaa dabarsuu keessaniifillee maqaa daawwattoota Assunnaa TV'tiin hedduudhaan isin galateeffadha. Jazaakumullahu khayran jecha akkasumatti illee anis sagantaan waliin qindeeffadhee kanuma fakkaata jalqabaa qabee hanga dhumaatti kan sagantaa oofaa isin wajjin turte Ummu Aayman jedhama. Qophiin keenya kanarraa kanuma fakkaata inshaallah mata duree birooti irratti waa'ee ihtifaala mawuludaa ilaalchisee sanirratti bal'inaan kan walitti deebinu tahaa arraaf sagantaan keenya kanuma fakkaata. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
مدح الرسول عبادة وتقرب لله فاسعوا للمدائح واطربوا فبمدحه البركات تنزل جمة.